أعزائي المشاهدين، معنا ومعكم في ضي الليل الليلادي المخرج الكبير الأستاذ نادر جلال. اختيار حضرتك للمكان واضح أن أستاذ نادر جلال زملكاوي. آه، أنا زملكاوي وزملكاوي متعصب ولو إني ماليش في الكورة خالص. لا جد والله، يعني مش هزار، ما فهمش في الكوره، ما اعرفش في الكوره، ما بتفرجش حتى على ماتشات، ما اعرفش لعيبه الزمالك، لكن انا زملكاوي ومتعصب لسبب بسيط جدا. خير؟ ان مراتي اهلاويه متعصبه وبرده ما بتفهمش في الكوره. فاحنا في البيت قررنا ان احنا يبقى عندنا فريقين علشان يبقى في نوع من الحياه والصدام والتحرك. طب تمام، بس بتتفرجوا بقى على ماتش مثلا؟ لو في ماتش مثلا الاهلي والزمالك او ما تتفرجوش على كوره؟ لا خالص، لسبب، لان لو اتفرجنا هنتخانق، وبعدين انا بحب مراتي مش عايز اتخانق معاكي. أستاذ نادر، أولاً العائلة الفنية الجميلة جداً والفن في اسم نادر جلال، ده صحيح. يعني الفنان الكبير أستاذ أحمد جلال وماري كوين سيدة العظيمة وأيضاً السيدة أسيا. كان في إعداد لنادر جلال الإبن عشان يكون مخرج عبقري؟ سيبك من حكاية عبقري دي، بس أساساً من ناحية الإعداد لا، هو ما كانش فيه إعداد، بس كان فيه توقع. توقف. ازاي بالظبط ما حصل بيني ومع ابني احمد جلال؟ اخرج اول افلامه حاليا. كان في توقع لسبب، لان عايش في بيت كل الكلام فيه الفن، مش عن الفن، الكلام العادي، بيتكلموا عن السينما وعن السيناريو وعن مين الممثلين وعن الكاميرات فكان شيء طبيعي ان الحاجات دي هتبقى عاديه جدا بالنسبه ليا، زي الحياه العاديه بتاعت اي انسان من انا وصغير. بس ليه مثلا ما مثلتش؟ مثلت انا وصغير، مثلت وفشلت فعلا. لا يعني بصيت لقيت ان التمثيل ده لا، عمليه صعبه قوي، الاخراج اسهل بكتير. اخراج اسهل من التمثيل؟ في رايي انا، لسبب، لان الاخراج بتبقى رؤيه، ان الواحد بيتخيل الورق اللي بيقراه وبيحاول يعمله في الصوره اللي هو عايزه. ايوه. التمثيل انت بتحاولي تمثلي خيال انسان اخر. ايوه، اللي هو المخرج. ايوه. فقلت طب وانا ليه اتحط تحت درس اي حد؟ ما انا اللي اخرج. حطهم تحت درسي. بالظبط بالظبط. تحت درسي. طب ليه او هل حد قال لك انت ممثل فاشل انت صغير ولا من نفسك؟ لا لا، هو انا مثلت كذا فيلم انا وصغير خالص، يعني مش فاكرهم خالص. بعدين اللي حصل ان في يوم كنت في المدرسه، كانوا عاملين حفله وكان في تمثيليه صغيره كده بنمثلها مع بعض للاهالي. ايوه. وكنت انا بعمل دور صغير قوي، اني اطلع اقول كلمتين واخش تاني. عملنا البروفات كويس قوي وكل حاجه كويسه قوي، جه يوم العرض والاهالي موجودين وجه دوري اني اخش، رحت طالع بصيت لقيت مليون عين بيبصوا لي، رحت متدور وخارج. وكانت هذه ما قلتش ولا كلمه، كانت هذه هي نهايه نادر جلال مع التمثيل. وده كان الدور، انك تخش ما تقولش حاجه. لا، هو الدور ان كان اخش اقول كلمتين اكيد. ما فيش. عملته صامت. لا، ما فيش صامت. ما فيش يعني، دخلت اخذت انا صدمه. وبدون شك الجمهور اخذ صدمه، رحت متدور وخارج. وبس. طب الاعداد كان ازاي لنادر جلال انه يكون مخرج؟ لا، هو مش اعداد، هو انا اساسا من ايام، لان احنا كنا عايشين في استوديو جلال زمان. أيوه. كان في الاستاذ كمال ابو العلا ربنا يديله الصحه، كان هو اللي ماسك المونتاج بتاع الافلام. أيوه. فكنت بقعد معاه كتير على الموفير اتفرج. قال لي ايه، ما تيجي تقعد، تعالى اظبط الشطر اهوت. كنت كبير بقى يا استاذ؟ كان عندي حوالي 15 سنه. يعني 15 سنه مستوعب. بس يعني كنت في المدرسه ايامها ولسه. الحقيقه من ساعه ما قعدت على الموفيولا وابتديت اشوف حكايه ان الشطات بتجري ورا بعض والصوت يتظبط على الصوره حاجه دي، عشقت الحكايه. حلوه اللعبه. من اياميها قررت ان انا هخش ادرس السينما، كان ما كانش لسه معهد السينما في مصر، فقررت ان هسافر وحضر السينما بره. اتفتح معهد السينما في مصر، كنت عايز اخش، كنت خلصت توجيهيه السنه اللي اتفتح فيها في نفس التوقيت بالظبط، فقررت ان انا اخش معهد السينما. الحاجه الغريبه، والدتي ماري كويني صاحبه استوديو والمنتجه والممثله قالت لي لا، قالت لي لا، عايز تدرس خش جامعه، معهد السينما ده هات شهاده جامعيه وبعد كده اشتغل في السينما. ماري كويني قالت لك لا؟ فالمهم قعدنا بقى ايه في نقاش حاد قوي، اكيد وصلنا في الاخر ان انا اخش سنه الجامعه. ولو نجحت في الجامعه اخش ثاني سنه معهد السينما، وده اللي حصل. دخلت كليه التجاره، نجحت في كليه التجاره ودخلت معهد السينما. ايوه. وطبعا كنت عايز اسيب التجاره خالص اكيد. بس اللي اثر عليا هنا حمايه، اللي هو والد مراتي. أيوة. الله يرحمه. من اياميها كنا يعني انا ومراتي بنحب بعض من زمان واحنا صغيرين، فقال لي يا ابني عايز تتجوز بنتي؟ هات لي شهاده جامعيه. هات الشهاده وتعال. فجبت له الشهاده
والله العظيم ما حصل، ما اعرفش حتى شارف هي. انا خدت بتاعه شؤون الطلبه رحت اديتها له، قلت له يا عم هي الشهاده، عايز اتجوز بنتك. هات بنتك بقى. وحصل طب ده يخليني اسال السؤال بتاع برنامجي او برنامجنا في التوقيت ده تحديدا. في اغاني بقى اكيد، طالما في كان في قصه حب يبقى اكيد في اغاني، ما هو الحب مرتبط بالاغاني. مش كده؟ لا يعني في طبعا حبيته بعد عن طريق الاغاني وعن طريق ال احنا اصلنا قرايب. وبعدين كان لنا اغاني، يعني ايه او زي ما بيقولوا ايه الاغاني الخاصه بتاعتنا اللي نحب نسمعها. اهواك، في يوم في شهر وسنه، اسمر يا اسمراني، اغاني عبد الحليم. اهواك بالذات كنت بحبها قوي انا وسامية مراتي. ويا ريت لو كان ممكن نسمع منها حتى دلوقتي. طبعا قوي عبد الحليم. يعني احنا طول الحلقه هنسمع عبد الحليم معاك؟ يعني يمكن نغير شويه، بس هي 90% هتبقى عبد الحليم. غالبا هتبقى عبد الحليم. جرب ناري. خليني بقى اسال حضرتك واقول انه كان في تجربه في الكتابه لنادر جلال. ليه ما استمرتش؟ لسبب. اولا نادر جلال انا مخرج اساسا. مانيش مؤلف، ما عنديش حاسه تاليف خالص. طب ايه اللي خلاك تخطو الخطوه؟ لا ما انا هقول لك، المخرج بيتدخل في السيناريو الى حد كبير، لانه جزء من عمله ان هو تظبيط السيناريو. مره لقيت موضوع عجبني جدا، مرتين الحقيقه لقيت مواضيع عجبتني جدا وقلت انا عايز اكتب لها سيناريو. وفعلا كتبت السيناريو، بس كانت المشكله ان اخذت مني وقت كتير قوي. لان في ساعات بيبقى الواحد بيعمل عملين في نفس الوقت، عمل سيناريست وبعدين عمل مخرج. وفيها عيب ان لما بيجي لي سيناريو من كاتب اخر بيبقى فيه عين اخرى بتبص على الورق. لما انا بكون كاتب الورق وبخرجه بقى بعين واحده مش عينتين. فبصيت لقيت انها رغم ان الفيلمين كانوا ناجحين قوي، اللي هو كان فيلم بدور وكان الفيلم الثاني لما تشوفه لما ديري. لا سوري ده فاروق صبري. واحده بواحده واحده بواحده. والفيلمين نجحوا جدا، بس بصيت لقيت ان بياخدوا وقت كتير قوي مني. وفي نفس الوقت انا افضل اني ابقى مخرج وابقى ناقد للورق، ما ابقاش مؤلف للورق، لان الواحد صعب قوي انه ينقد عمل هو عمله. انت واضح ان ما بتحبش حد ينقدك، يعني قلت بلاش. محدش يحب النقد. لا يعني قلت بلاش امثل عشان يبقوا ما بقاش تحت درس حد. لا هي التمثيل لسبب، لان بيني وبينك انا فشلت في التمثيل. يعني انا كنت اتمنى اني اطلع ممثل وابقى نجم حاجه كبيره كده اهو، لكن للاسف ما حصلش. وبعدين في نفس الوقت مش بس ما حصلش، وانا ما حبيتش التمثيل قوي. التجربه الكوميديه مع نادر جلال، انت شايف، انت بتؤمن بالتخصص؟ انا بؤمن بالتخصص في حاجه معينه، ان مفيش مخرج يعمل الموضوع هو ما بيحبوش. هنا ده متخيل ان ده تخصص. انا اساسا يعني دارس اخراج ودي شغلتي. المفروض ان انا اقدر اعمل اي عمل بيعرض عليا، لان انا منافس. صحيح لازم احب العمل، هي دي النقطه الاساسيه اللي انا شايفها. لو انا ما بحبش العمل، لو انا مش مؤمن بهذا العمل، مش هقدر اوصله للناس ولا اخلي الناس تحبه لو انا مش حابه. هنا بعد ان انا بعد ساعات بميل لمواضيع اكتر من مواضيع تانية. دي حاجه عند كل انسان، في ناس بتحب المواضيع دي، في ناس بتحب المواضيع دهيت، وكذلك بالنسبه للمخرج. لكن مش التخصص اللي احنا نعرفه، انه يبقى مخرج اكشن، يبقى مخرج كوميدي. لا هو اللي بيحصل، مخرج واقعي. هو اللي بيحصل حاجه تانية، ان اللي بيحصل ان في مخرج بيتفوق في حاجه معينه، يعني بيعمل كذا نوعيه. بيتفوق في نوعيه فبيبتدوا بيتفوق عشان بيحبها اكتر، ولا جت كده رؤيه احسن فيها، له امكانياته الحرفيه بتساعده فيها اكتر. فبتخلي المنتجين يقولوا ده في الناحيه دهيت يبقى كويس، تعالوا نركز عليه في الناحيه دهيت. موضوع راجع انتاجيا، مش انتاجيا، لان راجع لان كل انسان له مميزات في حاجاته ومالوش مميزات في حاجات. هم يعني بيشوفوا المخرج متميز في الجزئيه. يعني مثلا فطين عبد الوهاب الله يرحمه، الله يرحمه، تميز جدا في الكوميديا الراقيه البسيطه طبعًا. مش الكوميديا زي الممثل. يوسف وهبي ما هو تخصص في الميلودراما، لكن ده ما منعش انه عمل اشاعه حب وعمل دور كوميدي يجنن كسر الدنيا. مش معنى كده ان هو ممثل كوميدي وبس، لا هو ممثل مأساوي اساسا. لكن يقدر يعمل ده ويقدر يعمل ده. متهيألي نفس الحكايه بالنسبه للمخرج، بس اهم حاجه ان يكون هو حابب الموضوع ومؤمن بيه. لان لو ما كانش هو حابب الموضوع ومؤمن بيه، مش هيقدر يخلي الناس تحبه ولا تؤمن بيه. تيجي نكمل كلام واحنا قاعدين ولا نكمل مشي؟ متهيألي لان مشينا كتير، نقعد شويه. يلا نقعد شويه. يعني احنا لما اتكلمنا عن التخصص، واللي انا اقصده كان عن الكوميديا وعن الواقعيه مثلا وعن الاكشن.
كان في تجارب مع الكوميديا وفي تجارب مع الاكشن وتجارب اكتر مع الاكشن. نجح نادر جلال في الاثنين. من وجهة نظرك انت دلوقتي بتشوف شغلك، بتشوف افلامك، نجاحك في الكوميدي؟ لا يعني هي اصل كمان نوعيه الكوميدي اللي احنا كنا بنعملها زمان مختلفه عن نوعيه الكوميدي اللي بتتعمل دلوقتي. كانت معظمها اللي بيسموها الكوميدي بتاع الموقف، كوميدي سيتويشن، اللي هو مش مهم ان الممثل يكون كوميديان قد ما مهم ان الموقف هو اللي يؤدي الى الضحك حتى لو كان الممثلين جادين جدا. ويمكن ده الاسلوب اللي كان الله يرحمه الاستاذ فتين عبد الوهاب بيعمله، كان معاه صلاح ظفار وشاديه، الاثنين ما هماش ممثلين كوميديا ورغم ذلك كانت الافلام عاليه جدا في الكوميديا. انا جيت فتره ارتبطت بالاستاذ عادل امام، عملنا افلام كوميدي وافلام اكشن وافلام سياسيه حتى، يعني عملنا الارهابي فيلم سياسي، عملنا سلامه صاحبي فيلم اكشن، عملنا المجموعه بتاعت بخيت وعديله، ده كانت افلام كوميدي. هو زي ما انا قلت لك من الاول ان الانسان لازم يكون حابب الموضوع، وبعدين بالنسبه للمخرج في حاجه زياده شويه انه لازم يشوفه زي ما بيقولوا، يعني انا وبقرا الورق لازم اشوف الفيلم، شكل الفيلم على الشاشه هيبقى إيه؟ عامل ازاي؟ وهل هيعجبني الصوره اللي انا هشوفها ولا مش هتعجبني؟ مع الاستاذ عادل امام انا استمتعت بالعمل. استمتعت لسبب، لانه ممثل رغم ان هو ممثل بيقال عنه ان هو كوميدي، لكن هو ممثل متنوع بشكل غير معقول. فالتخصص زي ما قلت لك هو بتيجي، بس انا اميل دايما للافلام اللي ايقاعها سريع شويه، اللي فيها ايقاع، اللي فيها ايقاع، ما بحبش الحاجات اللي ايقاعها نايم شويه. الحاجه الثانيه بحب الافلام اللي فيها صراعات او تصادمات جامده، مش شرط تصادمات خارجيه يعني واحد بيخبط واحد، حتى ممكن يكون في اتنين بيتكلموا مع بعض بس نحس ان في صراع جواهم جامد، في نرف. انا بميل اكتر للنوعيه دهيت لان انا بحب اتفرج عليها، بميل لها اكتر من الافلام الناعمه الرومانسيه قوي مثلا. يعني مثلا افلام عز الدين زفار الله يرحمه احب اتفرج عليها قوي، لكن متهيألي لو عملتها هبقى فاشل جدا فيها. اقول لك على حاجه تقولي عليها صح ولا غلط؟ حصل خلاف بينك وبين نجم النجوم عادل امام؟ كتير. لا، خلاف على انه ما بقاش في شغل ما بين عادل امام وما بين نادر؟ لا لا لا، انا بتكلم على انه يبقى في اتفاق على فيلم تشتغلوا. حصل ان انتوا اختلفتوا؟ مش اختلاف في الشغل نفسه؟ لا 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 لا، عمرنا ما اتفقنا على فيلم واختلفنا خالص خالص. لان لا يعني ما حصلش ان انتوا اتخانقتوا او حصل خلاف عشان كده ما بتشتغلوش مع بعض؟ لا، احنا بنشتغل مع بعض. يعني احنا بنشتغل مع بعض وفي اي وقت عادل بيقول لي تعالى، لما بيجي عادل كمان انسان ذكي جدا. يعني عادل امام بيحب نادر جلال، بيحب سمير سيف، بيحب الشريف عرفه، بيحب محمد عبد العزيز، بس مش معنى كده هوت ان هو يشتغل مع ده بس او مع ده بس او مع ده بس. هو ذكي في انه بيشوف نوعيه الموضوع وبيشوف مين المخرج اللي ممكن يعمل هذا الموضوع بشكل جيد. فعشان كده هو بيشتغل معايا، بيشتغل مع سمير سيف، بيشتغل مع شريف عرفه، وفي نفس الوقت بيشتغل مع شريف عرفه فيلمين ثلاثه، وبعدين بيروح عامل فيلم مع نادر جلال، وبعدين بيروح عامل فيلم مع سمير سيف، لان كل واحد منا بيتميز في ناحيه معينه يمكن. فعلى هذا الاساس فما هياش ما هياش بس صداقه، يعني في صداقه بس الصداقه ما لهاش دعوه بالعمل. طب عايزه موقف كده في فيلم حصل خلاف ما بينك وما بين عادل امام فيه؟ لا، هي لا، الخلافات اصلا بتحصل ايه؟ يعني خلافات، وبعدين 90% من خلافاتنا بتبقى على الورق مش في اثناء التصوير. يعني دايما ايه، لان يعني انا بفضل الحكايه دي، الاستاذ عادل بيفضلها، مدام ناديه الجندي بتفضلها، معظم اللي اشتغلت معاهم بيفضلوها، ان احنا قبل ما نبتدي التصوير نكون متفقين على كل الخطوط العريضه. احنا بنتفق ممكن يبقى يحصل خلافات، لا هنا هو الشخصيه مش لازم تكون كده، لا لازم تعمل كده، مش عارف ايه، لكن مفيش حاجه جواك واضحه جدا بحيث ان انت تحكيها لنا. لا، لسبب، لان النهارده انا كل ذكرياتي، كل ذكرياتي عنهم انها كانت جميله جدا وكنا بنشتغل بحب جدا. وبعدين هو ده المهم، ان احنا حتى في خلافاتنا كان كل هدفنا ان احنا نعمل عمل جيد، ما كانش في خلافات شخصيه. استاذ نادر، ليه بيقولوا عن النجوم ان هم اللي بيقودوا الفيلم؟ يعني اكيد حضرتك سمعت الكلام ده. لا طبعا، ممكن يبقى كلام غلط وممكن يبقى كلام صح، لكن اكيد سمعته. يقولوا ايه؟ عادل امام هو اللي بيخرج، ناديه الجندي هي اللي بتخرج، نبيل عبيد هي اللي بتخرج. أوكي. يعني النجم بس عادي، ما كانش لا عادل امام جاب شريف عرفه وجاب سمير سيف وجاب نادر جلال، ولا ناديه الجندي جابت الله يرحمه حسام الدين مصطفى او
علي بدرخان او نادر جلال ما كانتش نبيلة عبيد كانت تجيب المخرجين الكبار اللي بتشتغل معاهم، وكانوا يجيبوا مخرجين صغيرين يقدروا يتحكموا فيهم. طب ليه بيتقال كده؟ ما اعرفش. طب ما سمعتها كان رياكشنك ايه او كان رد فعلك ايه؟ ضحكت. لا ما اعرفش يعني. سؤال صعب؟ مش سؤال صعب عشان العلاقه ولا عشان هو مش كده، ولا سؤال سخيف؟ لا صعب قوي ان الانسان يحكم على عمله او يقارن بين عمله وعمل غيره. سهل جدا على ناقد ان يقول الفرق بين نادر جلال وسمير سيف كذا وكذا وكذا وكذا. زي المثل اللي بيقول ان صعب قوي ان الواحد يحلل نفسه او يشوف عيوبه او يشوف مزاياه. صعب. طب تقول لي ايه اللي قالوه على اكشن نادر جلال النقاد وايه اللي قالوه على اكشن سمير سيف؟ انا لازم اخد منك اجابه. ما انا مش حاضر اقول لك، انا حاضر اقول لك اللي قالوه عليا، لان ده اللي انا قريته. اللي قالوه على سمير سيف دايما، هم انا بحب سمير سيف جدا. وبيعمل اكشن على مستوى جميل جدا، فيلم المشبوه من الافلام الجميله جدا اللي عملها سمير سيف، اللي انا بحبها جدا وكنت بتمنى ان انا اعمل فيلم زيه. نادر جلال بيقول ان هو بعد ساعات بيهتم بالاكشن اكتر ما بيهتم بالدراما. يمكن ده كان صحيح في اوائل الافلام اللي انا عملتها، كان لان يمكن حسب ايقاعي انا بحب الحاجات اللي فيها حركه كتير. لكن اتعلمت بعد كده هوت ان مش مهم مثلا خناقه، مش مهم الخناقه نفسها، الخناقه بالعكس تبقى احسن لو كانت عنيفه وسريعه، التمهيد ليها هو اللي مهم. الواحد بيتعلم لحد دلوقتي، الواحد بيتعلم لحد لما 100 سنه لقدام، يعني لو الواحد ربنا ادالنا العمر الواحد بيفضل يتعلم. لكن هو انا دايما كان بيؤخذ عليا ان انا بهتم قوي بالحرفه على حساب ده في الاوائل على حساب الدراما. يمكن ده اللي خلاني ان لا اهتم جدا بالدراما واحاول اظبط المسائل الدراميا سواء مع السيناريست سواء مع الممثلين مع كل حاجه، اهتم بالورق قوي. على اساس ان ويمكن النقاد دي في دي كان عندهم حق، لان الورق الصح هو اللي بيخلي الانسان يعرف الحرفية أو التكنيك اللي لازم يستخدمه. خطواته تبقى صح. بالضبط، بتبقى الخطوات واضحة ومرسومة. طيب أنا كل ما أجي أسألك سؤال ألاقيك أنت اللي فتحته. بيقال على أفلام فترة معينة ولتكن أفلام الثمانينات مثلا ها وبداية التسعينات كده وأيضا أواخر السبعينات، كان لازم في كل فيلم يبقى فيه حتة إغراء كده وألم أو خناقة وايه تاني بيقولوا ورقصه. لا الرقصه كانت في الاربعينات والخمسينات، رقصه واغنيه. فريد الاطرش وساميه جمال كل فتره دي. يظهر انها الخمسينات والستينات انا ما حضرتهاش، انا كنت لسه، بس دي كانت الافلام الميلودراما وافلام نجيب محفوظ، الافلام التقيله اللي هي المواضيع. الثمانينات كان رجعنا تاني بس مش رقصه واغنيه، خناقه ومطارده. خناقه ومطارده. ده في يعني الثمانينات دي معروفه قوي، لازم نلاقي الم ونلاقي دم وخناقه ومطارده والبوليس وضرب رصاص وحاجات زي كده. هي دي راجعه، دي صح في صناعه السينما. انا ليه بسال حضرتك السؤال ده؟ لانه نادر جلال يعلم جيدا يعني ايه صناعه سينما، فدي كانت بتساعد في نجاح فيلم. لا هي مش بتساعد في نجاح فيلم، في جمهور، في هنا هوت كان في جمهور. الجمهور كان هنا هوت له دخل جدا في الحكايه دهيت. لسبب، لو لا صعب انك انت تفتكر الثمانينات، بس لو المشاهدين افتكر فتره الثمانينات هنلاقي ان اياميها دور العرض ما كانش لسه دور العرض الجديده اتعملت، كان دور العرض حالتها سيئه. كان الجمهور اللي بيروح السينما محدود في فئه معينه، اللي هو من سن 12 لسن 17 18 سنه، ومن الحرفيين طلبه المدارس والحاجات دي ما كانوش بيروحوا السينما. ما كانش في بنات بتروح سينما خالص، ما كانش في اسر بتروح سينما خالص. السينما بجانب انها فن فهي فن وصناعه، فالقائمين على الصناعه قالوا اوكي احنا دلوقتي عندنا الجمهور ده هوت المستهلك ده، لازم نديله السلعه اللي تقابله. ما اقدرش للجمهور ده هوت اعمل مثلا الحرب والسلام بتاعت تولستوي، ما اقدرش اعمل مسرحيات عالميه او قصص من الادب. هو عايز نوعيه افلام، وخصوصا ان في الفتره دهيت جالنا من الخارج افلام الكاراتيه وبروسلي والحاجات دهيت وتشبع بيها الجمهور. اجيب من الاخر. بالظبط، اجيب من الاخر. يا ريت. صعب انك انت تبيعي في الصعيد كافيار، سهل انك تبيعي ملوحه. لو انا رحت ابيع كافيار في الصعيد محدش هيشتري مني كافيار. لكن لو بعت ملوحه كل الناس هتشتريها. لو رحت النرويج وبعت ملوحه هيدخلوني السجن.
لكن لو بعت كافيار هبقى كويس. دي صناعة، دي تجارة، ده اقتصاد، ملوش أي علاقة بالناحية الفنية. إحنا كفن السينما مشكلتها إنها صناعة وتجارة بتتعامل بسلعة فنية. إحنا بنعمل السلعة الفنية ده، بس إحنا وبنعملها بنحط في اعتبارنا حاجة. أنا شخصياً بحط في اعتباري حاجة، إن أنا بعمل هذا العمل مش عشان أنا أتفرج عليه أنا أو مجموعة قليلة من الناس، أنا بعمله علشان أكبر قدر من الناس يتفرجوا عليه ويستمتعوا بيه زي لما أنا تخيلته في ذهني استمتعت بيه. تمام. خليني أقول لحضرتك إنه الخبرة والتاريخ الطويل والجميل للمخرج نادر جلال، قلقك على أحمد نادر جلال هو نفس قلق الوالدة عليك؟ آه طبعاً. يعني بص، في حاجة صغيرة عايز أقولها لك، مفيش إنسان يتمنى أن يبقى في حد أحسن منه إلا ابن، إلا الأب والابن. دايماً الأب أو الأم يتمنى أن أولادهم يبقى أحسن منه. وأحمد كنت قلق عليه جداً لأنه هو كمان طموح جداً ومندفع، هو بتخرج بقاله دلوقتي حوالي 5-6 سنين، اشتغل مساعد، ما مرضيش اشتغل معاه مساعد كتير، اشتغل قال لي أنا لا مش عايز اشتغل معاك، أنا عايز اشتغل مع غيرك. اوكي قلت له يا ريت، ده خطوه انا بشجعها. واخيرا اخرج اول افلامه. طب ايه رايك في احمد نادر جلال المخرج؟ لا انا ما شفتلوش لسه عمله، لكن اقدر اقول لك على احمد نادر جلال المخرج المتوقع، عنده رؤيه جميله جدا، عنده حس عالي جدا، عنده حماس غير معقول، وعنده بيسموها ايه انرجي، طاقه انه يقعد على الورق لوقت كتير قوي، يقعد يظبط فيه قد ما هو عنده الحماس دهوت، لكن ما عندوش تهور. يعني انت عارفه يعني بيحاول يظبط كل حاجه، بيدقق قوي في التفاصيل. اعتقد ان دهوت يعني زي ما بيقولوا خبيره مخرج كويس. ان شاء الله ان شاء الله. هنروح مع حضرتك فين وهنقابل مين في ضي الليل برضه؟ متهيألي انا طبعا احنا هنا هوت، لولا ان احنا في القاهره انا كنت هقول لك يا ريت نروح البحر عشان الميه، لكن بما اننا في القاهره كنا رحنا البحر، بما اننا في القاهره النيل يعوض دهوت. طبعا هنقابل مين هناك؟ هنقابل صديق عزيز قوي عليا، هو مدير التصوير الاستاذ سعيد شيم. اتفضل. مدير التصوير الأستاذ سعيد شيمي ضيف الفنان والمخرج نادر جلال النهاردة في ضي الليل. بنرحب بحضرتك معنا. أهلا أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ سعيد. أولا ما كانش غريب اختيار الأستاذ نادر لحضرتك، يعني أنك تكون ضيفه في ضي الليل. لا لا يعني معلش أنا أقول كلمة صغيرة، الأستاذ سعيد مش مجرد مدير تصوير، ده صديق قبل ما يكون مدير تصوير. ولنا مغامرات بره التصوير قد ما لنا مغامرات في التصوير مع بعض. المغامرات دي اللي احنا عايزين نعرفها بقى. المغامرات دي اللي احنا عايزين نعرفها. اول لقاء كان فيلم واحده بواحده. ايوه. مع الاستاذ نادر جلال. لكن اول لقاء، اول لقاء يعني اول لقاء عمل، اول لقاء فني طبعا. بعض قبل كده. لا طبعا بتكلم على الفن. واول لقاء كان تصوير تحت المايه، جحيم تحت المايه. جحيم تحت المايه. الاستاذ نادر جلال اول بيخاف من المايه ولا بيخاف من المايه؟ ده غطاس درجه اولى. لا اصل ما هي دي اللي بقولها لك دي. لا لا دي اللي بقولها لك، اللي هي ايه؟ ان انا وسعيد اتعلمنا الغطس مش عشان الفيلم، لان احنا الاثنين بنحب المايه وبنحب الغطس. ايوه. وبعدين لما غطسنا وتعلمنا الغطس وابتدينا ننزل، فسعيد ابتدى يتفرج على الصخور وعلى السمك وعلى الالوان، ابتدى يقعد تحت. لا مش كده، قال لي نادر حرام اللي بيحصل فينا ده. قلت له ايه؟ قال لي حرام ان احنا نستمتع بهذا بالمناظر دي والناس ما تشوفهاش معانا. فابتدى يعمل كاميرا التصوير تحت المايه من غير لمزاجه الشخصي، لمجرد انه عايز يصور ده عشان الناس تشوفه حتى من قبل ما يبقى فيه افلام. ايوه. وبعدين دي بقى سعيد يحكي لك على رحله الكاميرا تحت المايه، لان دي كانت مغامره ازاي تتعمل كاميرا تحت المايه في مصر ويقدر ينزل بيها يصور تحت المايه وهو له حريه انه يتحرك بيها زي ما هو عايز. دي حدوته. المهم ان هو ما بيخافش من المايه وسباح يعني. ده غطاس درجه اولى. انا مش ممكن يخاف ايه بقى. لو قلت هيخرج من على الشط بقى. لا بالعكس، ده عنده جرأه شديده تحت المايه. يعني احكي لك مره حادثه، يعني انا يعني تخيلت ان حصل له حاجه فيها. يعني كنا بنربط حكايه الباب. الباب في فيلم جزيره الشيطان، كنا بنربط انا وهو الباب، الديكور كنا عاملين ديكور لباب وحطيناه فعلا في مركب غرقانه تحت المايه، كنا بنثبته، كنا على عمق 18 متر تقريبا.
وقعدنا العمل استغرق مننا وقت، واحنا المفروض كل شويه نبص في العداد بتاع الانبوبه عشان نشوف نعرف في هواء قد ايه، لان الهواء ممكن يخلص. وبعدين فجاه ببص جنبي لقيت نادر طالع زي الصاروخ في ال 18 متر ده في منطقه الخطوره، يعني يطلع بسرعه كده. وانا تحت كده بصيت، فانا توقعت طبعا ان الخطوره بدا ايه، ان الرئه بتاعته تنفجر، ودي معروفه في الغطس ودارسينها وعارفينها. فانا بقيت وانا تحت يعني كده هتجنن، يعني ايه اللي حصل له يعني. وابص في الهواء لقيت عندي يا دوبك يعني اقدر اطلع بهدوء، يعني اتاري هو من شغله كده استهلك كل الهواء بتاعه، بياخد شفطه هواء. لا انا فجاه باخد هواء، مفيش نقطه، مفيش هوا. فطلع كده، فطلعت. وبعدين هو في اجراء معين الواحد بيعمله وهو طالع بسرعه عشان ما يحصلش اللي هو بيقول عليه ان الرئه تنفجر. طبعا عملت الاجراء ده، بس هو سعيد ما اتخض طبعا، انا جالي شوك. فبصيت لقيته طالع ورايا زي الصاروخ، قال لي ايه اللي حصل، في ايه، في ايه يا نادر؟ قلت له حاجه اوت اوف اير يعني عادي. انا فاكر دي رعبني فيها فعلا، دي انا متوقع ازاي يطلع بالسرعه الفظيعه دي. وطبعا الحمد لله يعني احنا في حاجات كتير بقى كده. نقول بقى نرد على سؤال استاذ نادر، انه حضرتك ازاي عملت الكاميرا تحت المايه؟ بص هقول لك حاجه، هو ايه، انا من زمان حكايه المايه دي ده يعني عماله شغلاني من طفل على فكره، قبل حتى ما اتخصص كسينما خالص. ساعات شفت افلام شيء في فرسخ تحت الماء، وافلام ايستر ويليامز والحاجات دي في الخمسينات، يعني كنتش حتى عارف ان حطها سينما يعني. وبعد كده ابتديت لما ثقافتي بقت اعلى شويه وبقيت اقرا وبقيت اشوف افلام ثانيه، ابتديت اعرف ايه التصوير تحت المايه. حصل سنه 84 كنت بصور فيلم اسمه استغاثه من العالم الاخر، كان مع المرحوم محمد حسين، محمد حسين الله يرحمه. ففي مشاهد تحت المايه انا عارف نظريا ازاي يعني ايه اللي بيحصل تحت المايه، لكن ما عندناش الامكانيات. فصورت بالطريقه البدائيه، او ان انا احط صندوق ازاز الكاميرا فيه ويغطوني بقماش اسود وكده. وكان قبل كده حصل كذا محاولات في مصر قبل كده، كان عملها الاستاذ عبد الحليم نصر وسمير فرج وكمال كريم بنفس المحاولات دي بطريقه مختلفه، يعني اللي هو بمعنى اخر انك بتصوري من خلال ازاز محطوط على وش المايه، لكن ما بتنزليش تحت المايه. بتنزليش تحت، لكن بتصوري يعني من بره المايه، بتصوري اللي تحت يعني المايه، يعني مصور بره المايه وكاميرا بره المايه. لكن هو كل مختلف تماما كل حكايه ان في وسط بس اقدر اصور منه، وزاويه واحده اللي هي من فوق لتحت. فانا لما لقيت الحاله كده، وفي نفس السنه دي سافرت سينا كنت بصور فيلم تاني اسمه ادم ميت مع الاستاذ علي عبد الخالق، واكتشفت بقى نوادي الغوص ان انا ممكن اتعلم غوص. ما اتعلمتش طبعا، اللي شجعني اني اتعلم غوص نادر، لان هو كان اصلا اللي شجعه يتعلم غوص بنته اللي راحت تتعلم غوص خاف عليها. راح يتعلم، لا هي بنتي وخطيبها قرروا انهم يتعلموا الغوص. انا الحقيقه خفت عليهم هينزلوا تحت المايه في حصل لهم حاجه. طب لما تتعلم، طب هتفيدهم في ايه؟ لا ابقى معاهم، على الاقل لو حصل حاجه لينا احنا الثلاثه. فقلت لهم ده انا نفسي اتعلم غوص من زمان، انا كل ما في الامر خوفا على بنتي طبعا. ففاكر اول مره رحت سعيد كان جه معانا جاي يتفرج عليا، يعني نادر ابتدى غوص قبليه. أيوة. وانا رحت، لا قبليه مفيش، شهر يمكن او يعني اسبوعين. فهو اول ما شافني تحت المايه وهو فوق بالنضاره بيبص عليا، اول غطسه طلعت قال لي لا انت هتنزل انت لوحدك تحت وانا افضل فوق، من بكره هتعلم معاك. فطبعا لما اتعلمت غوص بقى زي ما قالت نادر، ابتديت اشوف عالم فعلا غريب جدا. بقى صعبان عليا كل ده موجود واحنا ما نطلعوش في افلامنا على الاقل يعني. فابتديت بقى رحله البحث، ان انا عارف نظريا زي ما قلت، لكن هو كل حكايه هي نفس الكاميرا السينمائيه او اي نوع من الكاميرا سواء فيديو او غيره، وبنحطها في عازل، هذا العازل بيمنعها يمنع الميه من انها توصل للكاميرا، الميه تخش لها في نفس الوقت تشتغل وتصور بنفس الكفاءه بنفس الكفاءه. طبعا هي فيها مشاكل اكتر كتير قوي من اللي بيقولها الاستاذ سعيد، ان ازاي تشغلي الكاميرا وهي معزوله عنك، ازاي تشغليها، ازاي تظبطي النت، وبعدين الضغط، لان الضغط كل ما بتنزلي الضغط بيزيد قوي، بحيث ان انت ممكن تعملي صندوق يستحمل فوق، لكن لما ينزل تحت ممكن يفرع ويبوظ الكاميرا. خلينا نتكلم عن جزيره الشيطان. حصل فيه خوف من ابطال، وحصل في مواقف يعني فاكرين بما انها، فاكر موقف يسرى فكرني لما غطست وما طلعتش.
يسرى يعني هو المفروض ان احنا كنا متفقين مع الاستاذ عادل ومدام يسرى انهم هيبقى لابسين الاجهزه وكله هينزلوا في الميه وبعدين يحطوا الريجوليتر في بقهم ويختصوا ونقول ستوب فيطلعوا تاني. فبنتصور شوت كده اهوت هي الاستاذ عادل وعمر حاتم زفار وقالوا هيختصوا وراحوا واطسين قلنا ستوب. طلع الاستاذ عادل طلع الاستاذ حاتم زفار ويسرى ما طلعتش. فطوالي سعيد راح لابس النضاره وراح نازل تحت الميه لقاها هي حطت رجليته بتتنفس شافت السمك وراحت جاريه ورا السمك ونسيت كل حاجه وراحت وما عندهاش فكره بقى الاكسجين هيكفي مش لا هيكفي. لا طبعا كان معاهم كفايه هو كان لا ما عندهاش فكره بس يعني هو كان في منطقه كانش محكومه الى حد ما بس هي انها ايه سعيد جري عليها وشدها قالت له يا سعيد يعني انا ما كنتش متخيله ان المناظر تحت الميه حلوه بالشكل ده. بس اطلعي نكمل الفيلم يعني. استاذ سعيد شيمي عيوب نادر جلال المخرج طب ليه الاذيه دي يعني اقول لك انا لا انا مش عايزه انا مش عايزه لا اقول لك اكبر عيب بالنسبه للاستاذ سعيد شيمي تمام. استاذ سعيد شيمي يوصل اللوكيشن يفطر ده عيب. بعد ربع ساعه لا بعد ربع ساعه لازم ياكل يجي على الغدا يجوع بسرعه. هو ما شاء الله عشان بيبذل مجهود كتير قوي فبيحتاج لطاقه فبياكل كتير. طب انا عيبي بالنسبه لسعيد انا بروح اللوكيشن بنسى حكايه الاكل فكان دايما في خناقات بيني وبينه على البريك ان احنا نقف عشان ناكل. انا اقول له يا سعيد مش وقته. سعيد ما كنتش انا عارف الحكايه دي في الاول بس اكتشفت انه لما بيجوع بيعيط وحياه ربنا ما بهزرش بيعيط. فده متهيألي كان اكبر عيب ده انا بقى مش انت لا عيب فيا انا بالنسبه لسعيد ان ما بعملش بريك فبيعيط فمضايقه. طيب عيوب نادر لا انا هقول لك بس حاجه. هو نادر طبعا كلنا بيبقى فينا عيوب وفي حاجات لكن هو نادر انا كنت بسميه ساعات الجزويتي. مش انت بس كل الناس. هو دبلوماسي جدا على فكره يعني ايه عكس توقعات الناس. الجزويتي دي جايه من ايه؟ هو اتعلم في مدرسه الجزويت مدرسه الجزويت قبل ما يخش بعد السنه وهم مشهورين بانهم ايه يعرفوا ازاي يوصلوا اللي هم عايزينه ويخلوا الواحد الاخر يوصل للي انا عايزه من غير انا ما اقول له اعمل كده اكنه هو اللي عايز يعني جزويتي جزويتي جامد جزويتي فهو كان ايه مثلا يوصل لهدفه بطريقه تختلف عن وصولي انا للهدف ورغم ان احنا عاوزين نوصل نفس الهدف انا اقعد اتنطط واتنرفز اقول لي يا سعيد ايه ده يا سعيد مش كده استنى بس ولا ايه فعلا عمل كل ما هو عاوزه عمله بهدوء بالسياسه بتاعته. طبعا دي ميزه مش عيب. طبعا العيب انه بتنرفز ابدا ودي حاجه تغيظ وما بياكلش ودي تغيظ طبعا دي حاجه بقى تغيظ اكتر يعني اقول له نادر نعمل اصل لازم اللي يقول البريك المخرج لان هو عارف الخطه وعارف ايه اللي هنصوره وايه اللي هنعمل ايه واروح اقول له نادر ناكل بقى يا اخي استنى انت بقى يا سيدي ناكل انا خلاص مش عارف افكر لحد لما الاقيه بيعيط والدموع نزلت خلاص نعمل بريك برضه صاحبي يعني انا لاحظت حاجه ان اغلب مديري التصوير كده مش انا لوحدي يعني لان برضه كذا واحد لقيتهم برضه ساعه البريك بيتخانقوا بيعملوا حاجه بيعملوا مشاكل استاذ سعيد الصداقه اللي ما بين حضرتك وما بين استاذ نادر جلال لو استاذ جلال استاذ نادر دلوقتي عمل مسلسل واعتقد انه في مشروع لدخول مسلسل اخر حاليا لو لقيت استاذ نادر جلال خرج من فيديو لمسلسل تاني لمسلسل تالت بحكم الصداقه هتقول له اشتغل ولا هتقول له لا انت اساسا مخرج سينمائي؟ انا لسه كنت بساله السؤال دوت بتقول قلت لي ايه؟ هقول له اشتغل طبعا. هتقول له اشتغل؟ طبعا. ليه؟ لانه لازم يشتغل؟ هو كمخرج استطيع ان يبدع في السينما والفيديو لان هو المخرج مسؤول اساسا على الدراما وعلى توجيه الممثل من خلال الدراما بتاعه العمل الدرامي يعني والدراما موجوده في الفيديو والدراما موجوده في السينما. طبعا انا بعتبر نادر دخوله الفيديو مكسب للفيديو لان يعني تاريخ الفيديو في مصر كله ابتدى يخش فيه السينمائيين واعتقد
ولا سبع علامه جامده يعني مثلا سمير سيف اعتقد عملوا شيء سبع علامه عملوا شيء محمد عبد العزيز نفس الحكايه يعني برضه مخرج السينما بيتميز في البيت. اقول لك في ميزه اساسيه ان مثلا في السينما لما بنخلص يوم التصوير بنقول عملنا شغل حلو او عملنا شغل وحش. في الفيديو لما بنخلص يوم التصوير بنقول لك عملنا النهارده 10 دقائق او عملنا 7 دقائق. هنا بنقيس بالكم هنا انت ما بتحسش بالاستمتاع فين في يعني لما بتقول احنا عملنا 10 دقائق او بتقول عملنا تلت ساعه بتحس ان انت لا انت ما كنتش مستمتع. لا انت لازم العداد يعد في انا 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 انا, أنا عموما انا بعشق السينما او بعشق الدراما او بعشق الفن زي ما سعيد بيعشقها زي ما كلنا بنعشقها. هي النقطه ان في السينما بنبص للجوده للكيف وللجوده فقط مش الكم بالظبط. الفيديو الاساس الكم وبعدين البصه للجوده. استمتعت بالفيديو استاذ نادر الى حد كبير الى حد كبير لسبب لانه في ميزه في الفيديو مش موجوده في السينما برضه. ما كل حاجه لها ميزات وعيوب. ميزه الفيديو بالذات لما الواحد بيشتغل بوحده وكاميرتين انه بيشوف المشهد كاملا ساعه تصويره بالظبط في لحظتها بتشوف اخطائك طوالي بتقدري تصلحيها على عكس السينما الاخطاء بتبان انت بتعملي مونتاج بعديها بشهر وشهر ونص وبيكون تو ليت او متاخر قوي انك انت تصلحي فيها اي حاجه. دي مش موجوده في الفيديو. عيب الفيديو اللي هو يلا 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 عايزين وبعدين انا عاذر ده لسبب جهاز التلفزيون عنده ساعات لازم يغطيها. لو التلفزيون بيذيع زي ما اول ما فتح طبعا انت ما كنتيش لسه اتولدتي كان بيذيع ساعتين فساعتين كان بيتعمل محمد سالم الله يرحمه كان بيعمل البيانو الابيض كان يقعد يصور فيها ثلاث ايام الحلقه النص ساعه. نادر فاكر التلفزيونات لما كنا حاطينها في الميادين سنه 60 كنتش اتولدت انت كمان؟ لا انا فاكر اول تلفزيون جبناه كنا من الساعه 5 للساعه 7 كنا بنفتحه من الساعه 4 ونقعد نتفرج على الدايره. ايوه كنا بنقعد نتفرج عليه. كان اول ما فتح التلفزيون كان انا فاكر ده كويس قوي ما كانش لسه بيتنا فيه تلفزيون فكانوا الدوله بقى يعني كان الكلام ده سنه 60 افتتحوه 23 يوليو سنه 60 فيحطوه حطوا في الميادين العامه والاماكن عشان الناس تتفرج على الناس تتفرج ايه التلفزيون ده فكده حاطين كده على ستاند كبير كده جهاز تلفزيون والناس كلها واقفه تبص ايه الحكايه دي. شفت بقى كانوا بيحطوه في الميادين. شوف النهارده عندنا كام قناه يعني حاجه. كان العرض ساعتين في اليوم بالظبط النهارده اظن عندكم فوق خمس ايام في اليوم ايوه بالظبط. لا بالنسبه لبقيه القنوات والقنوات متخصصه اكتر كتير بالظبط. استاذ سعيد لمدير التصوير عمر افتراضي زي لاعب الكوره كده ان هو يعتزل. مدير التصوير في بلدنا بيعمل يعني انا بالذات انا هتكلم عن نفسي كنت اعمل متوسط الافلام من 4 لـ5 في السنه. فلا شك في الحاله دي ان انا بعمل كم كبير قوي في تاريخي. فاعتقد بعد زمن معين لازم واحد يستريح بقى يعني مش هيفضل لان خصوصا مدير التصوير عمله مرهق للغايه. لا بس معلش ارجع بقى ونقول حاجه أنا مش بتكلم عن الراحة أنا مش بتكلم بمعنى إن مدير التصوير هو أساساً عين وحس وليس مجهود جسماني. عشان كده بقول إحنا مش بنتكلم عن الراحة بالظبط مع شكل هوت يعني هو ممكن إيقاعه يبطأ شوية لكن الحس الفني وإحساسه بالعين إحساسه بالظل والنور إحساسه بالألوان موجود. أنا في رأيي إنها بتزداد بيزيد. خبرة مع الزمن بدليل إن معظم المديرين التصوير الكبار في امريكا كبار في السن فوق الستين و70 وبيشتغلوا وبياخدوا اوسكار. طب خليني اسال السؤال ده ما هو ده النقطه ما هو جه لنقطه حساسه ده مش مطلوب دلوقتي في بلدنا دلوقتي عاوزين الفيلم يخلص بسرعه الفيلم طب انت سريع يا سعيد هو انت مش بتكلم على الاعتزال يعني انا بتكلم على ان نظره مدير التصوير دلوقتي في مصر انه عاوز يتنطط بالكاميرا ويعمل مش عارف ايه وتشالب ايه ما بقاش فيه الفاين ارت اللي يعني اللي انا بهتم بيه يعني إيه انا لما بشوف مديرين تصوير من جيلي مثلا زي محسن ناصر زي رمسيس مرزوق زي بحس انهم فعلا قدروا يحافظوا على ده وانا قدرت احافظ على ده كتير في حياتي برضه لكن دلوقتي اشتغلت مع الاجيال الجديده يعني انا ما قلتش لا اشتغلت مع الاجيال الجديده بلاقيهم يعني اشتغلت مع مهر بيقول لي رقصت الكاميرا فانا على طول وقفت قلت له يعني ايه رقصت لك الكاميرا قال لي كده ما امسكها على ايدك وافضل طول ما انت واقف تتنطط بيها فعلى طول انا لا دي معلش دي انا في رايي انها نقص خبره ان هو مش عارف يعني هو يعني عنده احساس معين عايز يوصله ومش عارف يطلبه من مدير التصوير بس هو النقطه ايه هناك في انا حاسس ايه ان في انفصال
بين الاجيال بالذات ان ايه، او يعني ما اعرفش عدم فهم للغه السينمائيه نفسها. السينما دي لغه زي اللي احنا بنتكلم بيها باللغه العربيه دي، لغه لغه ولغه راقيه جدا لان الناس كلها بتعرفها في كل حته في الدنيا. فاذا مدير التصوير عليه انه يترجم افكار المخرج والقصه والدراما والسيناريو الى هذه اللغه الراقيه جدا. يعني اللي انا بشوفه دلوقتي ما اعرفش بيعملوا ايه بالظبط، يعني هو لا شك ان في مستوى جيد، انا ما اقدرش اقول لا يعني، لكن المستوى الجيد ده لا يعبر عن فكر جيد، ودي ازمه، ودي ازمه فظيعه. زي ما قلتها ان المشكله النهارده، يعني انا في رايي ان السينما النهارده اتقدمت من ناحيه الحرفيه، من ناحيه التكنيكيه، مع دخول الجرافيك كمبيوتر، مع الاجهزه الاضاءه الجديده، مع اجهزه التصوير الجديده طبعاً. كل ده تقدمه. المشكله في الورق اللي اصلا احنا كنا بنعاني منه، لان كان الورق في ايامينا كان الى حد ما هو نقطه الضعف عندنا. النهارده ما بقتش نقطه ضعف، بقت نقطه قتل، ان ما بقاش في ورق. بعدين احنا بنعمل كام فيلم في السنه دلوقتي؟ احنا بنفتح سينمات جديده كتير جدا. لمين؟ لانه افلام احنا كنا بنشتكي من نقص السينمات. خلينا صريحين، الفيلم الامريكاني، امريكاني بالذات مش اجنبيه، لا بيجي لك تالياني ولا فرنساوي ولا اسباني ولا هندي ولا اي حاجه، بيجي لك فيلم امريكاني، فاحسن نعمل دور العرض للفيلم الامريكاني. معنى كده السلام عليكم للفيلم المصري تماما. عمل قفله مسرحيه مش قفله سينمائيه. ايوه. طبيعه برنامجنا كل ضيف بيسال التاني سؤال ما سالهوش قبل كده ليه. أستاذ نادر اتخض مش عارفة ليه. حضرتك هتسأل أستاذ سعيد شيمي سؤال عنه. أسأله سؤال؟ عنه هو؟ أيوه. هسأله سؤال فني برضو. أسأله. سمعت أنك أنت داخل تشتغل بكاميرا ديجيتال فيديو تعمل بيها فيلم سينما. إيه رأيك في التجربة ده؟ ودي أول مرة تعملها؟ وكان في اعتراضات كتير من مديرين تصوير كتير قوي على التصوير الديجيتال بكاميرا فيديو ويتحول لسينما، انت ايه رايك فيها وانت هتاخد هذه التجربه؟ يعني انا قبل ما اعمل التجربه دي درستها كويس قوي وقريت كتير قوي وشفت بعيني في فرنسا تجارب في المعمل كنت بشتغل فيه السنه اللي فاتت بطبع في فيلم، فاعتقد ان هعمل مستوى ان شاء الله جيد في التجربه دي ان شاء الله. يعني ده اللي بتمناه يا سعيد. تعرف انا مغامر. سؤال حضرتك للاستاذ نادر. سؤال تاني يعني؟ ما خلاص هو سألني، أنا اللي أسأله يعني. خف يا سعيد، خف طوم. استنى ما أفتكر لك الأول سؤال يعني. عايزين سؤال. إمتى هنغطس تاني؟ بقالنا مدة ما بتصنعش. ده سؤال محرج جدا لأني أنا فعلاً لا فعلاً أنا وجوز بنتي وبنتي وسعيد أنا بقالي يمكن حوالي 7-8 سنين ما غطستش. في الوقت اللي كنا إيه أنا وسعيد كنا بناخد العربيات ونطلع خميس، يوم الخميس نخلص تصوير نطلع شرم الشيخ 500 كيلو علشان نغطس غطسة يوم الخميس بعد الظهر وغطسة الجمعة الصبح ونرجع الجمعة بالليل عشان عندنا تصوير يوم السبت، فكنا بنعمل 1000 كيلو عشان نروح نعمل غطستين ونرجع. يبقى لازم يسألك فعلا السؤال. قل للزمان ارجع يا زمان وانا اروح معاك كل اسبوع نغطس. طيب ما تشتغلش فيديو عشان الفيديو بياخد وقتك. انت اللي قلت لي اشتغل.